يعطيكم العافية والسلام للجميع. احكي سلام. سلام. اليوم احنا شرينا شوكولاتة، مش اي شوكولاتة، هاي الشوكولاتة very special. ليش؟ لانها من مصنع موجود تقريبا في اوتاوا في منطقة اسمها ألمونت، بعيدة عن كناتا حوالي 20-15 دقيقة. المصنع اسمه هامينج بيردز، هذا البيرد الصغير كثير. هاي هيك اذا شايفينها واضح، هذا العصفور الصغير اللي بيطير وبضله يخفخف، اصغر عصفور طبعا. عندهم شوكولاتات كثير، شرينا نوعين بدنا نجربهم انا وادم. هذا المصنع حصل على جائزة Academy of Golden Beans Chocolate Winners في 2016 و2017، يعني شوكولاتة تبعته مشهورة كتير كتير زاكية، ويعني طبعا يعني احنا كمان بنشجع المنتج المحلي في أوتاوا، فبدنا نجرب مع آدم ونشوف كيف طعمها. اول واحدة هاي كوكو 70%. في عندهم طبعا شغلات كتير، احنا شرينا نوعين زي ما انتم شايفين جوا كيف شكلها. هذه كاكاو، امسك هذا نجرب. 70% منها كاكاو. مبين عليه طعمة الكاكاو صح؟ كتير كاكاو. هذا الكاكاو من الدومينيكان اوريجينز، بجيبوه من الدومينيكان، بسووا الشوكولاتة هون في اوتاوا. ما فيش سكر، يعني ما بتشعر فيه سكر كتير. طبعا هون في ال ingredients والباكيت تبعه، بدي افتح لكم اياه. اوه في شغلات جوا بالباكيت غريب، شفت؟ ايش هذا اللذة؟ اوكي، في 10 steps to creating chocolates. هذا كيف بيسووا الشوكولات، طبعا عاملين معلش مزعنا شوي، كيف بتسوي الشوكولات، وحاطين زي شكر ميرسي بالفرنسي وثانكس بالانجليزي انك شريت هذا المنتج. خلينا نشوف الثانية. الثانية اسمها ميان، a touch of spice hint of heat. اوه يعني شكلها سبايسي. هاي نسبة الكاكاو فيها 68%. تقدر تفتح العلبة ادم قبل ما نشوف شو. نفس الشكل من جوا، بس شكل الطعم مفروض يكون بيختلف. لا نجرب مع بعض. هاي أزكى كتير صح؟ هيك فيها طعمة عن جد سبايس غريبة، لكن طبعا بحطوا لك هون ال سبب التسمية وشو معناها. يعني صراحة الباكجينج تبعهم غريب. هون حاطين هاي، زبطناها هون شوية، مزعناها هيك أوضح. برضو حاطين شكرا لك ميرسي وسبب التسمية. هون ما شفنا سبب التسمية احنا. هيها هون very good. هيها يعني مش عارف انا هيك ملزقينها كتير. هون هاي كيف تبعت الايجنت. anyway عجبتنا، انا عجبتني هاي الميان، وانت نفس الاشي. هديك كتير دارك شوكولات فيها ومرة، بس بشكل عام لازم اللي موجود في اوتاوا يشتري من هاي الشوكولاتة لدعم المنتج المحلي ولدعم هاي الشركة، لانها شركة ممتازة وطعمها زاكي كتير. والسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع
من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.